زاد الرئيس التونسي قيس سعيد من ضغوطه على حركة النهضة الإخوانية من خلال استدعاء ورقة الاغتيالات السياسية التي حدثت خلال حكمها في 2013، في مؤشر على أن المواجهة بين مؤسسة الرئاسة وحركة النهضة الإخوانية قد باتت وشيكة بسبب اختلافات كثيرة في المواقف والتحالفات وتجاوز الصلاحيات. والتقى الرئيس قيس سعيد بالنائب السابق في البرلمان التونسي مباركة عوينية أرملة القيادي القومي محمد البراهمي المعارض الشرس لحركة النهضة الإخوانية، والذي اغتيل على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه 14 طلقة نارية في 25 يوليو 2013. وقال موقع رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك إن قيس سعيد اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بقضية الاغتيال والعراقيل التي حالت دون عملية الكشف عن الحقيقة. وأكد الرئيس سعيد بالمناسبة حرصه على أن توفر الدولة كل إمكاناتها لكشف الحقيقة كاملة المتعلقة باغتيال البراهمي ومن قبله القيادي اليساري البارز شكري بالعيد، مجددا حرصه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وقالت أواسط سياسية تونسية إن اللقاء مع أرملة البراهمي كان رسالة مباشرة إلى النهضة التي كانت تعتقد أن القضية جرى التخلص منها من خلال إغراقها في الإجراءات القانونية الطويلة، وكأنها قضية عادية وليست قضية سياسية يكون استقرار تونس مرهونا بفك غموضها ومعاقبة المنفذين وداعميهم. ومثلت قضية اغتيال البراهمي وبالعيد على حركة النهضة وقادتها كونها المتهم الأول والضالع فيها، مثلت عامل ضغط قوي إلى تقديم تنازلات، بينها تسليم النهضة الحكم في 2013 لحكومة وحدة وطنية وسط اتهامات لها بالتدخل في المسار القضائي لإفراغ القضية من بعدها السياسي. وبعد لقاء الرئيس سعيد مع أرملة البراهمي سارعت حركة النهضة بإصدار بيان مرتبك هاجمت فيه إعادة فتح الموضوع فيما أسمته التوظيف الإعلامي والاستثمار في قضية الاغتيالات. يضيق الخناق على هذه الحركة الإرهابية من قبل البرلمان التونسي من جهة، وبدء تصعيد الرئيس التونسي غير المباشر ضدهم من جانب آخر، والحراك والغضب الشعبي من جبهة أخرى، ما ينذر قرب انهيارها وانتهائها رغم سعيها للتهدئة بكل الطرق. كما يبدو فإن محاولاتها لن تطفئ نار الخلافات التي أشعلها القيادي الإخواني راشد الغنوشي، خاصة في الملف الخارجي وسعيه إلى التآمر ضد ليبيا والتواطؤ مع تركيا في فرض أجندات إقليمية على تونس.